اسمحوا لي ارحب بحضراتكم اصدقائي المتابعين على الفيسبوك او على اليوتيوب باسم واحد عالم السباكه احمد ضيف، واتمنى من حضراتكم ان شاء الله ان الفيديوهات دي تفيد حضراتكم وتكون فيديوهات هادفه، وان شاء الله يكون تفاعل ايجابي من حضراتكم بدعمنا باللايك والشير. يلا بينا في جوله سريعه كده نشوف الفقره دي من سلسله فيديوهات الهرز عشان خاطر نقدر نوصل معلومه بسهوله وبسرعه بالنسبه لبعض الناس، واللي حابب يشوف الحلقه كامله وحابب ياخد المعلومه بجرعه كامله ان شاء الله يترقب نزول الفيديو كامل. انا عندي خط الملو واحد بوصه معزول من شركه بانرجي عشان يستحمل معايا اشعه الشمس وخصوصا الاشعه الفوق البنفسجيه، بيبدا بموتور تغذيه لخط الصاعد للخزان، الموتور 2 حصان من شركه ليو لخزان بسعه 2 طن، ينتهي خط الملو عندي هنا بلاكور للصيانه للفك والحل من الخزان بحيث من غير مقطع المواسير، وعليه محبس واحد بوصه للتحكم في حاله اي مشكله داخل الخزان بكفل من خلاله. اتمنى كل الفقره دي عجبت حضراتكم، وانتظروا الفيديو اللي جاي ان شاء الله.